أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنئما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. إن شاء الله هذه واحد الآيات بينات مع التالي ديال العام الهجري، لكي نذكر بعضنا pour qu'on se rappelle que راه وقت الزكاجة، أو لا أو موان أن رابيل الزكاجة. دونك زمان كانوا كيديروا واحد المواقيت باش يخرجوا الزكاة ديالهم، منها فاتح محرم التالي السنة الهجرية، منها التالي رمضان، منها العشر أيام ديال ديال الحجة. وحنا خصنا نبدا نتفكروا بأن كاين واحد الركن، واحد الفرض، واحد الواجب الله سبحانه وتعالى فرضوا علينا، هي ملي كيدور العام على الفلوس اللي عطانا الله سبحانه وتعالى كنضربوها بجوج فاصلة 5%، وكنعطيو حق ديال المسكين والفقير وديال الناس اللي ما عندهمش. وهذا الشيء إلي فوندامونتال. سبحان الله العظيم في هذه الآية هذه اللي قلت لكم تذكرنا الله سبحانه وتعالى بلامبورتونس ديال الزكاة، حتى في عاشور وقيلة. المهم ليدي الفكرة هي العام، كل واحد في المغاربة الأولون كان عنده واحد توقيت تدور به العام باش دائما تتبقى الزكاة تدور. العاشور، عشرة محرم، عاشوراء، هذا كان هي ماشي راه هي، المهم كلها فوقاش العام ديالو تيدور، باش العام كامل على طول العام كيبقى حق الفقير وحق المسكين تيوصل له. دونك حنا دابا في واحد المحطة غادي نحاولوا نهضروا فيها شوية على توت لي غولاسيون فينونسيير، وعلى الإنفاق في هاد الأيامات إن شاء الله اللي جاية. حنا كنا في بسودو حداد مع سيدنا الله ينصروه، الله يرحم لا مامون ديال سيدنا. دونك أبغتيغ دو دومان إن شاء الله غادي نحاولوا نبداو واحد البرنامج ديال الإنفاق والزكاة وديال الحق ديال الفقراء كيفاش نديرو له. أون فالي غوبخوند الناس الحمد لله، لالا أسيادنا راه تا يخرجوا الزكاة، والحمد لله حنا رحنا بلاد هاد البلاد المغرب راه بداك الزكاة باش واقفة، وداك الشيء كيحن على شي باش واقفة، ولي فامي الحمد لله راه شحال من عائلة راه واقفة بالزكاة الحمد لله. دونك نو زانكيتي با، ما نقولوش بأن كان كلشي تيخرج الزكاة، تا يخرجوا لنا الزكاة. يمكن شي ناس غافلين، شحال من واحد انا تلاقيتو غاتي يلدون مي ما مالوغوزمون ما تيحسبهاش الزكاة،
ولا ما عارفش بان الناس كاع ولا ما كيعرفش يحسب ما كيحشم يسول. لا راه المغاربه تيعطيو كما كانوش المغاربه كيعطيو كان رحنا كناكلو بعضياتنا. داك الرحمه ديال الانفاق هي اللي راها هزه بعضياتنا. وما تنساوش واحد القضيه تنقول لكم دائما، راه اللي هز هاد البلاد ديالنا وهاد المغرب ديالنا وهاد الاسلام ديالنا هو فين ما كان شي واحد الحمد لله ربي مسهل عليه فشي اسره كتلقى راه مضلل مع داك الاسره كامله، وهز معاه خوته وهز معاه والديه وهز معاه ولاد عمته وهز معاه ولاد حبيبه وهز معاه. وهذا هو العظمه ديال هاد المغرب ديالنا. الحمد لله حنا كنذكروا بعضياتنا بان يا دي مومون باش لا شي واحد كان ناسي ولا ساهي ولا ما عارفش ينوض دابا يشوف شي طريقه يخرج بها حق الله